توش نقيم على قيمة نقيمة لبعض ورك وعلى عدد نزيد الدنيا ورنك يعني كجان عالم هيدا وجمعة بركوين كبكر كنا هنقضين وطبعا كي بشه نوفمبر وجان كجان الدنيا ورن مركلة يسكلة إسرائيل أيا وحق كل وقضي إني سنبعدون إنت بضن لعجيه لنا عشرة هيدا مملكة محمد عباس عيسيني سي وحنا شغلين قيب هانا كجوستين كدي مركي إسرائيل وتقالكوا أيضا وقصيبتي إسرائيل يا شتي إني سن مملكة فلسطين سن آمين سنين ساد راد إني سن واحد عجسيني مملكة فلسطين أول شيء حتى أيقوا إني كرة عين إسرائيل يا مريكان قرش وده إن لجوماضة أما سمعش على قصها رحماس هذا ناتها سوحي كده قالت هقول إن حتى لوش عن شحنين وحكيت له اسمه إيه وسيرك قشان دقي إسرائيل هي أسبوعنا شقي أنت قال كل جيابه إنه طبعا يراده وحاول شقي إنه لا أنت كسر يعني كنت على حماس مش استمر كان أيك ويقيان أود وده كانت ترتريان إيه قدرن إني سكتي كده هنا كاسي لكن سير أورك حماس هي كل اللي إني سنقد وإني تاسي نتسكر عضة تاسو أي كم تهيير هدين إن أي مش كسران سيفض وكارة ورك الروترس أيه يدنا وحائش كتي إن ويرك أي قادين كحان وحسك عبنتا يسدوك لقبني الدون كأيسن أوكي كدي مركي وكالة اللي رهدو honest reporting أي honest reporting وامدك بدا وكالة ده هادين ده أي كو إيدي سي إن لبكا مدا ورياش سيدا مدا حبنان ألو شقيا وكالة ده سي أي أغايين كدي مركي أيوغو هايين دادكي أغوبادنا إن بوقالة ده قادي مركي ويرك القادي يتدوادي بشي أكتوبر هايد ده روترس أيها كبي هم بيني سي إن أي ورياش يدو كور هيين ورك سيدا أي كو إيلان موقالة ده يدعدوين كهدبا ما داما أيوة هاي وربهنتي وهريسي أي شيء إن أي شقده ورياشة هاي إن أي واحد دوبان اسمه كأنا وركها أي كل كأهرية ودعية تبيان لكن تمام عن هذا إن سن هاي إن قيب كهاي ورك ما إني أجايم ورك لفتيسة روترز أي عم باريسي جب أهم بعرنت لأنك كلا دولة ذلك مصر عدات أدو حجن ولي الصوت ريا إن كسر الله شيء إن مدعوين الألزيسي وكوجو ليستي إنه كلا فرفرة أنت بدل ميليتر جيسة دون يجي إن يقيب كان نقضانا أرمها يا الله شيء إن مركي وجو ليسي أي صوصرت ورك وأتكا أيض الدنيا جرهان غير كالبيت كعم بارين أدو حجن isoo jeedisay wararkaalada dalka Masar ayaa soo tabinaya sid ballaaran kadib markii ay soo saartay dawladda Masar wasiirkeeda wasaaradda arrimaha dibadda oo xataa qadalada ereyada uu isticmaalay oo ku cambaareeyay wadamada oo uu sheegay inay gabi ahaanba meel ka dhac ah loogeystay sharciga caalamiga international humanitarian law oo yahay mid ay si ula kasa ay ugu ogolaadeen Israa'il inay geysato سامح شكري وزيرك وزارة أرمية دبتها خطبت وكتشي دي فرتان كشركة باريس اللي جهل دي أرمها دبتوين ككتها جندتك غير فلسطين هايست يقضون كقصة أيو شاقي إن دولة إسرائيل أي سمينة صوحة ويري وح كبالعرن كوي كان حاجمي علوس أيو يلي دفاع النفس أمو حلو يقان نقفكو نيسوك نفتي سادافع إيا حقوق ده أي أولا ده دل إنا يسسكي عليا وحاقو شاقي إن قبي أهم بأرين تاني آي تاي لبوتشيلين آدي آد أفالحن أي danka kale ra'iisul wasaaraha maamulka falastiin ee haysto maxamed shatiya ayaa sheegay in israa'il isan dagaal kula jirin hamas ay dagaalka kula jirto dadka reer falastiin oo dhan sawu ku tilmaamay inay tani ay tahay dhibaatooyinka aadka u xoogan ee dhacay hadaba bariga dhexe xaaladdu waa sidee aan dib ugu noqono bariga dhexe waxa ka taagan qir iyo qir isla markaana waxa laga baqayaa xaaladda dhinaca dagaal ee bariga dhexe inay fool xumaato sida hadaba calaamaduhu ay muujinayaan laga soo bilaabo diyaaradii ay Yemen soo riday iyo sidoo kale lagu xajiyo hubka aadka u culisay Mareykanka uu la dhacay goobo ay ku tilmaameen in ay Iran iyo ay degan yihiin masuuliyiinteeda taasoo wararkii aad ku daawateen shalay ayaa waxa hadaba muuqda in hadaba ay colaadu soo taraya dawladda dalka Mareykanka waxda Pentagon ayaa markii labaad tafaasiil dheeraad ka bixisay ama tafaasiil iyo faahfaahin ka bixisay sida wax u dhaceen bariga dhexe Pentagon warbixintii soo saartay waxa ay ku sheegtay ama ku sheegatay in dagaalka inay qaado iyo weerarka ay ku qaaday fadhiismada Yemen ee ay leeyihiin balay ama ay ku sugan yihiin ilaalada kacaanka iyo saraakiishooda ee wadankaasi Iran القدس يسدو كل وحي يرهدين عندماذا كلا تاجرة لا يقن كو جبل كمسلة أي تهاي تلوين كذا شيء نبات دي لوجيست عيدا كم رايكن كأي شيء جنين بريو قد ما يولن لكل ميان وراء عدلس يفعل له نحن أو أي صو أمام ضي حكومة دخل كاسي كتيرة سكس طبعا نقطة أرنتنا أي كت المامين إن أي تهاي مت أو سيدر سانس والمتيجة كسب هاي واحدة عشان دك يدل كم رايكن كأي على كت المامي إن مريكن كقول كل ما يو خسارة أذوين وكو إيمانية لنا عكاوياش وكل إيه وده ماذا العراق يسوريا يسدوا كروح لوجي أرين نفطة أو أي كذا وعمل إلى أفرتن عسكري كل واحد وحاي شكتي بنت أفرتن ليه عسكري أما كنتم كل واحد وحاي نشجن بنتي جون إن أي كوس بنتا إن يستافعان إن عيدن كود أي كعليان
وحي مركزي وغير كسوق هذا لنا عكري كعضح اليمن كتلسا ذلك اليمن الحوثيين تأيا كوعد كمرتي إن إذن أقلاد دونيسي سعشاد مرايكا كون هو ذا ودا كاسي سوق له والمتسيد أيكو ففاهيين هول قلكي أيكو سوريين ديارة النوع MQ9 أي ريبر ترونك لو يقاني أي شيغان إن إذن نقونا سأرين تاسي مد أنجبي أهم بأون انتبينين إياقا gaar ahaan in aysan ogolayn hawada wadankaasi in ay ka dhacdo dhibaatooyin ayaga kaliya khaas ah anaga ma ogolayn hawada wadanka ayaga kaliya in lagu soo dhaadiiqiyo waxay wacad ku mareen inay iska waabi doonaan dagaalada iyo handadaada Mareykanka iyo xadgudubka uu ku sameynayo wadanka yareedeen Yemen hadaba marka la fiiriyo xaaladda qasa horta dhinaca waqooyi ee magaalada qasa oo dagaalka aadka u baan uu ka soconayo ayaa waxa la arkay ayagoo dadku ay wali sii wadaan qaxa iyo barakaca ayagoo dadku ay kaba hafka ku qaadeen dadka caruurta dalandalsanaya iyo sidoo kale dad yooga kale ayaa la arkay in dad aad u fara badan ay ka soo yaacayaan halka dhinaca koonfurta magaaladuna ay u eekaatay xiro sida koronkorada la isku fuulay qaar ka mid ah masuuliyiinta hay'adaha qaramada midoobay ee UNka ayaa ku tilmaamay in waxa ay arkaan ilaa iyo dhinaca koonfur ee magaalada ee Khan Yunis iyo dhulka kale iyo xarunta dhinaca ay yiraahdeen qadadka qaxoontiga ee Puig Camp dhammaantood in ay yihiin ay yiraahdeen meel ay dhibaato adag ka taaganta tani waa mid ka mid ah yaleey dhibaatooyinka aadka u waaweyn ee Israa'iil geysanayso iyadoo la arkay dhibaatada ay geysanayso inaysan kaliya ahayn barakicinta dadka laakiin sidoo kale ay tahay in dadka mararka qaarkood bambal lagula silifanayo jidka iyadoo sidoo kale diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqaynta sii wadaan inkastoo Israa'iil saacadihii ugu dambeeyay hoos u dhigtay isticmaalka diyaaradaha kala duwanaa laakiin si taa lama oran karo baa la yiri in ay tahay khafiifin dhinaca dagaalka ee waxa weeye kadib markii lagu cadaadiyay Israa'iil inay sanbeegsan meelaha ay shacabku ku badan yihiin Israa'iil waxa ay sheegaysaa wali in dhinaca koonfurta dadka loo raro laakiin dhammaan dadka ka soo waramaya jiidaha colaadda ee qasa iyo agagaarka dhulka Falastiin waxay xaqiijinayaan inaysan jirin meel badqable isla markaana aan la aamini karin warka Israa'iil ah meel heble ayay ku badbaadsan 3,000 oo qof ayaa iyaguna warqad ay saxeexeen waxay u direen dunida xubnahan oo 3,000 ah ayaa dhamaantood waxa ay ku jiraan ururka loo yaqaan British Medical Association warqadan ayay waxa ay ku dhawaaqeen in dadka wax bartay gaar ahaan dadka caafimaadka bartay ay sida ugu raqsa badan dadkooda u caawiyaan 3,000 oo dhaqtar iyo xubno kale dhinaca caafimaadka ayaa waxa ay saxeen warqada waxayna toogeen dunida oo dhan in la isku taago sidii loogu gurmalahaa dadka dhaawaca dhimashada iyo burburku ka soo gaarayo dagaalkaasi ay Israa'iil duntay kuwaasoo ay ku tilmaamay inay tahay mar ka dhamaysa mid sii xumaanaysa ama sii soconaysa طبعا سكر مركز لوريدا وتربيه لك وركو على بدي عند رسالة ماشين قيمة عليه قيبتها صد حال واحد كم غلي دون تان قطبوا وين أي كم تهاي مرك أوري سي مدحوينه كوا ذلك ربيت كعد كديد ما قي حله أو هذا الأدو حبت شوتشين كده واقع يعني كجامد نور